الآثار منام الوزير خالد العناني وزير الناس عبد الدايم، وجاء الوزير أحمد عيسى والوزير نيفين الكيلاني كملوا المهمة اللي هي إيه؟ تعالوا نروح سوهاج أبي دوس، تعالوا نروح قنا، تعالوا نروح أسوان، تعالوا نروح الشرقية، نروح النهاردة البحيرة، نروح المحافظات عشان ناخد نجومنا وفنانيننا المصريين اللي ما بيشوفوهمش شافوهم وشافوهم يبقوا موجودين معاهم عشان نشر البهجة والسعادة في ربوع الوطن. فكرة جميلة جدا وفكرة عبقرية. احتفالا باكتشاف حجر رشيد 200 سنة اتعمل المهرجان في رشيد، وكل أهالينا في محافظة البحيرة مساء الفل عليكم، كل شبابنا وبناتنا وسيداتنا على الرأس. مدينة المركز رشيد زي ما بقول لحضراتكم نشوف الكلام ده. آدي مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في محافظة البحيرة، مدينة رشيد الجديدة، ونجومنا هشام عباس، مصطفى قمر، نسمة، نسمة محجوب، نسمة عبد العزيز. يا سلام على أهالينا في رشيد، يا سلام على أهالينا في البحيرة. أنا بحييكم والله ومبسوط إن أنتوا فرحانين، فرحانين بجد، لأن أنتوا بتشوفوا النجوم، النجوم اللي أنتوا بتحبوهم موجودين عندكم. عجبني يا جماعة، عجبني كورال شباب والأطفال، مركز تنمية المواهب في الأوبرا المصرية. يا دكتور مجدي صابر بحييك وبشكرك، بحييك يا دكتور مجدي صابر. عندكم بجد جيل جميل جدا، مجموعة هتشوفوهم معانا النهاردة، هتسمعوهم بعد شوية، من الأطفال ومن الشباب، أصوات جميلة. يا جماعة لفوا مصر، لفوا البلد، لفوا البلد، هتلاقوا والله عندنا عندنا أجيال مختلفة في الرياضة والفن، في كل حاجة هتلاقوا ناس تفرحوا بيهم. أنا فرحت أوي وأنا بشوف عندنا النهاردة فنانين جمال اللي قدامكم هم. الله، اسمعوهم بعد شوية، اسمعوهم بعد شوية. والمايسترو محمد عبد الستار بحييك يا مايسترو يا جميل، والفنان عبد الوهاب سيد بحييكوا يا فنانين يا نجوم. الولاد اللي قدامكم دول ولادنا، هم دول أجيال المستقبل، أصوات جميلة جدا رائعة. وعايز أقول لكم إن شاء الله إن شاء الله يكونوا عندنا هنا على الهوا عشان يغنوا الأكتوبر، يغنوا لأعظم انتصارات الأمة العربية الأسبوع الجاي إن شاء الله. الولاد اللي قدامكم دول، النجوم الأبطال اللي قدامكم دول، أنا سعيد بكل واحد فيهم والله، مبسوط جدا. غنوا أغاني مصرية، أغاني وطنية، أصوات جميلة. أنت بتبدأ أهو، يلا دربوا الناس، يلا طلعوهم المسرح، يلا ودوهم محافظات، يلا طلعوا في الإعلام فناننا الجميل هشام عباس وأغانيه الجميلة. هشام عباس كمان قعد وشوفوا استمتاع قد إيه الناس. أنت لما تروح النهاردة، أنتوا عارفين يعني إيه النهاردة تروح المحافظات؟ الناس دي ما بتشوفك بالتلفزيون بس، لما أنت موجود وسطهم النهاردة الناس فرحانة إزاي؟ فرحانة قد إيه؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه، ده اللي إحنا بنقوله. ايه الله، ودوهم محافظات، مهرجانات، عايزين مهرجانات وافلام. بحيي الفنان تامر عبد المنعم، تامر عبد المنعم عامل حاجه جميله جدا، سينما الشعب، اتكلمت عليها من شهرين ثلاثه. سينما الشعب النهارده بتعمل ملتقى افلام المحاوله، وهو ايضا شغل مهم في قصر ثقافه السينما الموجود في جاردن سيتي، وافتتحته الوزيرة نيفين الكيلاني اللي أنا بحييها. اعملوا ده يا جماعة، انشروا الثقافة، انشروا الفن، يلا السينما الشعب، تروحوا في كل مكان، تعالوا عندنا في شطورة، تعالوا عندنا في طهطة، روحوا المراغة، روحوا جهينة، روح كفر الدوار، روح الحسينية، روح مطروح، روح الضبعة، روح الحمام، روحوا يا جماعة، انتشروا انتشروا، اخرجوا من القاهرة، اخرجوا من الجيزة، روحوا كل حتة في بلدي. سينما الشعب يا تامر قلت لي عليها من شهرين ثلاث شهور، هتشوف سينما الشعب وهي تكون سينما للشعب، ان انا ما ابقاش هنا موجود في مصر بس، انا هروح كل حتة. يلا يا جماعة، ملتقى عملوا الافلام المحاولة اللي هم ايه، عايزين موضوع يا جماعة، عندنا نجوم، عندنا ناس بتعمل، عندنا مخرجين مبدعين شباب، ادوا فرص للناس، طلعوا الناس، طلعوا، ده احنا مصر، احنا مصر كل حاجة، احنا اللي عملناها، فرعنا عملوا كل حاجة، ما خلوش حاجة ما عملوهاش، فاحنا اللي عملنا.
ما حدش تاني عمل قبلينا، اي حد بيعمل بعدينا، اي حد بياخد افكار بتاعتنا. الفن مصري، النجوميه مصريين، الفن والابداع في مصر، التميز في مصر، النخبه موجوده في مصر، الثقافه في مصر، الحضاره في مصر، السينما في مصر، الفن في مصر، فنانين في مصر، فنانات في مصر، غناء في مصر، افلام في مصر، كل حاجه موجوده هنا. هو الابداع عندي، هو الابداع في مصر مش في حته تانيه. لما تقول ابداع عندي هنا مصر يا جماعه لازم تعملوا ده. انا عايز كل يوم مهرجان، مهرجان القاهره الدراما، يتعمل حاجه تانيه النهارده زي ما عمل تامر عبد المنعم، يتعمل حاجه تانيه في رشيد زي ما عملت وزاره الثقافه والاثار والاوبرا المصريه. نعمل بكره وبعده وكل يوم، ما تسيبوش حته ببلدنا ما فيش امن وامان الا وفي مصر. طلعوا نجومنا يا جماعه، طلعوا النجوم. عندنا اجيال عظيمه جدا في كل حاجه، عندنا في الرياضه، عندنا في الثقافه، عندنا في الفن، عندنا في كل حاجه بالمناسبه، عندنا في الطب، عندنا كل شيء، عندنا في الزراعه. هو مين اللي بيزرع النهارده؟ الايدي العامله بتاعتنا مين اللي بيعمل؟ مين بيصنع النهارده وبيصنع مصنعين ومنتجين ومستثمرين؟ مين بيعمل ده؟ عندنا في كل حاجه. بس يلا كلنا مع بعض ايد واحده عشان بلدنا لقدام. محدش يسود عيشتك، محدش يسود عيشتك، ومحدش ينكد عليك. في امل، في امل، في امل، بس ايه؟ مع بعض، مع بعض. بلد دي ربنا ناصرها، بلد دي ما وقعتش، مش هتقع، كله وقع واحنا ربنا ناصرنا، مش كله وقع وكانوا عايزينها تقع، مش كده ولا ايه؟ طب هم النهارده عايزين يوقعوها تقع، ده هم بيحكموا، دفنتوهم وهم بيحكموا. اوعى تنسوا التاريخ ده، اوعى تنسى اللي بيخوفك. لا، قول له ده انت بتحكم وانا دفنتك، ده انا دست عليك وانت بتحكم، تقول له كده. جاي النهارده تقول لي بلد؟ لا، بلد دي والبلد دي اللي بتعمل فيها